السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير، هانيا لاباس عليكم. جيتكم بواحد الشرح جديد، هو كيف تفعل اعلانات على الفيديو ديالك في اليوتيوب. ويمكن لك في هذه الحاله اذا عدلت العشرة الاعلانات في الفيديو، يعني مزيان الناس اللي كيتبعوهم الناس من الخارج، والمهم كما كيطلع لك الاشارات بزاف في الفيديو، راه مزيان، راه في الصالح ديالك. الناس اللي كتخدم على الدولار، المهم نتوما عارفين الاعلانات راه مزيانين. دابا شنو نعملو؟ دابا ندخلو من جوجل كروم. انا دابا ديجا عندي فيديو محمل في اليوتيوب ولكن غير مدرج. الناس اللي ما كيعرفوش شنو هي غير مدرج، دابا هي كاينه ملي كتحمل فيديو كيطلع لك واش غير مدرج ولا علني ولا عرض اول. انت كتختار ديك غير مدرج. فهاد الغير مدرج راه مزيانه بزاف، يمكن لك يعني تخلي الفيديو يعني تحملو واخا تقطع لك كونيكسيون ولا شي حاجه، ما يطلعش للناس، فهمت؟ ما يطلعش للناس بانه تمحى لك الفيديو ولا شي حاجه. هذا غير مدرج ديما عملوها ملي كنت كتفعلوا كنت تحملوا الفيديو. ومين بغيو صافي كملتو الوصف، كملتو العنوان، كملتو الحمل، كتمشي للاستوديو يوتيوب، كتلقى غير مدرج، كتكليكي عليها، كتلقي علني علني، كتعمل علني وكذا صافي. انا غنوريكم كيفاش غير مدرج. دابا عندي دي الفيديو غير مدرج، يعني ما تشوفوش، دابا هو محمل في اليوتيوب ولكن ما يشوفو حتى شي واحد، يعني بحالي خاص، يعني في وقت ما بغيت نطلق له يعني مراي قال يا سلام بالاعلانات ديالو، يا سلام، يعني خاصو غير يعني بحالي غير موقفو. دابا ندخلو من جوجل كروم، بعد نفعل الاعلانات على الفيديو ديالي، ومن ثم نرجع لاستوديو يوتيوب ونحيد له غير مدرج ونقول له علني. علني هي تما يشوفوا الناس يعني بصفه عامه. دابا اخوتي غندخل من جوجل كروم، تابعوا معايا الطريقه مزيان. والمهم قلبوا التليفون، الناس اللي ما كتبلاش كتابه انا غنحاول نقرب شي شويه الكتابه، وانتم قلبوا التليفون من الاحسن قلبوا التليفون باش تبالكم الكتابه شي شويه كبيره. ندخلوا بعدا من جوجل كروم. هو هذا جوجل كروم، كنكليكو على يوتيوب كنلقاو هنايا. الى طلع لك بحال هذا كتكليك على واحد ثلاثه النقيطات هما هنا الفوق، ثلاثه النقيطات، كتهود الموقع الالكتروني المخصص كتكليك عليه، كيطلعنا بحال شكل، يعني كيطلع لك على شكل بي سي، كتطلع لك الايقونه ديال القناه ديالك هنايا. كنكبر شي شويه بعدا بحال هذا، كنكليك على الايقونه ديال القناه ديالي، كتبان لي هنا قناتك، كنكليك على القناه ديالي، هي هذه القناه ديالي، كنكليكي على تخصص القناه، هاي تحل معانا. دابا هاو تحل معانا، هذه هي القناه ديالي تحلت معانا. دابا غنكليكيو هنايا على هاد المحتوى، على الفيديو المحتوى، كنكليكو على الاولى الثانيه، ها هي بالاحمر اللي كتبان لكم، ها هي بالاحمر، كذا تخلي الاولانيه، الثانيه كتكليك عليها. ها هو الفيديو راه كيبان لكم، ها هو الفيديو الاخر كيبان لكم هنا كاملين بالخضر، الا هو ها ما كاملين عند العلامه ديال الدولار خضراء، هو الا عنده بالكري، ها هي بالكري علامه، ها هي، ها هي مازال هادي، ها هي هنايا غير مدرج. شنو غنقول هنا؟ كنكليكينا على هاد الاس ديال الدولار، ها هو كيعطيني هنايا تفعيل، يعني هادي تفعل الربح. كنكليكو على فيل، كنكليكو على التالي، ها انت دابا نصغر شي شويه. هنا غطلع لك الكتابه هادي، الكتابه هادي شحال هادي ما كانش كانت في خاطره، واش دابا غير مع التحديثات ديال اليوتيوب عملوها لا شيء مما سبق. كتكليكي على لا شيء يعني كتلقاها في الوصل،
في الكاع يعني في الصالكاع، كتكليكي عليها على هذا الرمز او كطلع بالابيض، كتجي لهنا كتكليكي على هاد في الطرفه هي كتطلع لكم هنا الغاء ولا ارسال. كنكليكو حنا على ارسال. دابا راه مفعل، ها هي دابا مفعله بالاخضر، شفتوها. دابا عاود نعاودو نكليكيو عليها باش ندخلو نعدلو الاعلانات بزاف. هاي طلعتنا طلعنا هنا القلم التعليقات و ثلاثه نقاط. حنا كنكليكيو على العلامات ديال الدولار، ها هي عاوتاني هادي على هاد العلامة ديال الدولار، ها هي اللي بالكري عاوتاني، ها هي نكليكيو عليها جوج خطرات. فيها نطلعو معانا الاعلانات. دابا نطلعو معانا الاعلانات، ها هما كنمشيو هنا ادارة اعلانات اثناء التشغيل. هطلع لكم هاد الاعلانات، هذا من نفعل الاعلانات التي تظهر على سطح الفيديو، اعلانات الفيديو القابلة للتخطي، اعلانات الفيديو الغير قابلة للتخطي. انا محيد الاعلان الصوتية، هذه كتكون محيدة فترة. البطاقات الاعلانية من الاحسن ما تفعلوهاش. دابا نقرب لكم شوية، نكليكو على ادارة اعلانات اثناء التشغيل. هنايا اخوتي هنا يمكن لك دابا دير شحال ما بغيت من اعلان، فهمتوني. دابا نصغر شي شويه باش نبين لكم. دابا هذا هو الفيديو، مال الفيديو شنو نعمل دابا؟ دابا راه عندي هنا واحد الخط، ها هو كيبان لكم كيمشي ويجي، هذا هو فيما بغيت تحطو. دابا هو في الطرف في البدايه، شنو غنكليكي على نكليكي هنا نكليكي فاصل اعلاني، ها هو عندي هنايا بالاخضر بالازرق عفوا فاصل اعلاني، كنكليكي عليها. ها هو شفتي كيفاش كيبان لي دابا؟ كنجور عود، كنجرو شي شويه، نكليكي على فاصل اعلاني. كما كتجرو شحال ما بغيت تجرو، جرو 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق شحال ما بغيت، نجرو عاود شي شويه، عاود كنعمل فاصل اعلاني، عاود جرو شي شويه، كنعمل فاصل اعلاني، كتجرو عاود شي شويه، كنعمل فاصل اعلاني، كتجرو شي شويه، كنعمل فاصل اعلاني. انا دابا تبعت معكم جميع الخطوات، صافي. شحال عملت انا دابا؟ عملت انا 6 ديال الاشهارات على هذا الفيديو. كنطلع لك هنا متابعه، كتكليكي على متابعه، وعمي كتسالي في هذه كتطلع لك الواجهه بحال هكا، كتكليكي على حفظ. صافي اخوتي، دابا صافي، دابا تما صافي. وكتكليكو على هذا ما قبل التشغيل الفيديو، اعلان قبل ما التشغيل، هذا ما فعلوهم بالابيض يكونوا بحال هكا مفعلين، كون فعلوهم. المهم صافي، دابا راه مفعل. الطريقه سهله، كنخرجوا بحالنا من هنايا. دابا شوف اللي ما يفهمش شي حاجه يعاود يشوف الفيديو، راه هذا يبان لك هذا الشيء مزيان. المهم نتمنى يكون هذا الشيء فاتكم، وحاولوا تقلبوا التليفون ملي كتفرجوا في هذا، شويه الكتابه شويه صعيب تشرح على التليفون. المهم اخوتي نتمنى يكون هذا الفيديو فاتكم شي شويه، ودخلوا من جوجل كروم كما قلت لكم، وشاركوا الفيديو مع الناس اللي عاد تفعلت للقناه واللي ما كيعرفوش يفعلوا اعلانات على 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 التليفون. كاين بزاف كيقول لك راه صافي البي سي واخا بلا بي سي غير من التليفون. دابا شنو نعمل انا؟ دابا نخرج بحالي من هنا من جوجل كروم، صافي غنخرج بحالي هنا من جوجل كروم. شنو نعمل دابا؟ دابا نمشي لاستوديو يوتيوب، غنمشي لاستوديو يوتيوب ونهود الفيديو ديالي. هو هذا، ها هو راه كيبان لي هنايا
عنده العلامه ديال الدولار الخضراء، راه غير مدرج. كنكليكي وكيبان لي واحد القلم هنايا، ها هو. كنكليك على القلم، انا مازال ما عملت له صوره مصغره، مثلا نعملها له صوره مصغره، كلشي كيعرف يعدلها. انا دابا نعدل لكم غير كيفاش. دابا شنو نعمل انا؟ دابا ميزه التحقق الربح مفعله، الفيديو ليس مخصص للاطفال. المهم العنوان داكشي، شنو كندير؟ كنكليك هنا على الفيديو خاص غير مخصص، كنكليك هنا على علني التي نحيد بعد هذا اللون هذا الكحل. انا كان ديما كنعمل لك حل، هاو كطلع لك هنا علني المستوى فقط، خيار تجريبي غير مدرج خاص، ضبط الجدول الزمني. الا عملت هاد الضبط الجدول الزمني، يعني الا بغيت نعملو عرض اول، ديما عملو هاد غير مدرج ملي كون كتحملو الفيديو في اليوتيوب. ديما عمل غير مدرج. دابا انا ساليت المسائل ديالي كامله، عاد باش الا نسيتي شي حاجه ولا شي حاجه يكون الفيديو باقي ما مشاش عند الناس. دابا كنكليك على هاد علني، هي هادي باش يشوفوه الناس كاملين. كنرجع من هاد الرمز هذا، كنكليك على الحفظ. هذا الحفظ كتكون بالكري في اللولي، ولكن الا بدلت شي حاجه كطلع لك بالازرق ضروري. صافي انا نكليك على حفظ، هاي طلعت لي علني هنايا، شفتوها؟ هي فيديو علني ميزة التحقق. صافي دابا الفيديو راه يطلع لعند الناس كاملين. نرجعو فحالنا لهنايا، نقف هكا. دابا الفيديو هو اولا مشاهدات، يعني يلا عدلتو. مهم ها هو اللولاني، نعمل له الصورة المصغرة ديالو. نسيت ما عدلتها له شي، هي عدلها له. صافي ديك الشي زربة زربة خفة زربة. هذا هو الفيديو ديال اللوغ اللي عدلت معاكم، عدلته هنايا. هو طلع، هاو طلع اخوتي الفيديو. دابا هو الاولاني هنايا، مازال ما كاين مشاهدات لا والو. المهم نتمنى فاتكم هذا الفيديو، تبارك الله عليكم. اللي ما فهمش شي حاجه يعاود الفيديو، وضروري قلبوا التليفون. اللي بانت له الكتابه صغيره يقلب التليفون. السلام عليكم، يلا خليتكم على خير، تالتي فيديو.